خرج أهالي البصرة جنوبي العراق بمسيرة حاشدة للتنديد بالعدوان الأمريكي الذي استهدف مقر الحشد الشعبي بين الحدود العراقية وسوريا. وشدد المتظاهرون على ضرورة إخراج القوات الأمريكية من العراق، مطالبين القوى السياسية العراقية بالاتحاد والخروج بقرار يلزم واشنطن بسحب قواتها من البلاد. في سياق الفعاليات الشعبية المنددة بالعدوان الأمريكي الذي استهدف مواقع الحشد الشعبي وأدى إلى استشهاد كوكبة من المرابطين على تأمين الحدود العراقية السورية من تسلل تنظيم داعش الوهابي، خرج المئات من أهالي مدينة البصرة جنوبي العراق بمسيرة احتجاجية جابت شوارع المدينة، وشارك فيها ممثلون عن القوى الدينية والسياسية وفصائل المقاومة الإسلامية للمطالبة بطرد القوات الأمريكية من البلاد. كل خراب وكل فساد وكل إرهاب أمريكا هي راعيته، أمريكا هي راعية داعش، أكبر مؤامرة استعمارية في الشرق الأوسط. هذه رسالتنا اليوم إليهم، رسالة شديدة اللهجة. خرج شعب لإخراج قوات أمريكية محتلة. كلا كلا أمريكا. دعوات الوحدة بين العراقيين لردع الاعتداءات الأمريكية المتكررة على قوات الحشد الشعبي كانت حاضرة وبقوة، فيما تعالت أصوات المشاركين مطالبة القوى السياسية بضرورة تنفيذ قرار البرلمان القاضي بإخراج قوات الاحتلال الأمريكي من الأراضي العراقية. نطالب بإخراج القوات الأمريكية طبقا لقرار مجلس النواب العراقي الذي طالب واستنكر الوجود الأمريكي هنا. العراق كله واقف وقفة واحدة لإخراج القوات الأجنبية الأمريكية. إن أبشع وأوجع وأفجع جريمة قامت بها أمريكا هي إقدامها على قتل ضيف العراق القائد الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس. وهدد المتظاهرون وقوة تتبنى النهج المقاوم باستهداف المصالح الأمريكية في البلاد في حال استمرار واشنطن بشن غاراتها على مقر الحشد الشعبي الذي يمثل إرادة شعبية عراقية. رسائل عدة أطلقها هؤلاء المتظاهرين في مقدمتها طرد القوات الأمريكية من البلاد.